حاضر برد كتير هون. سيد كوفاكس 16 درجة، معقولة سقعة كتير هون. من 19 أو 20 درجة بالنهار، ومن عشية لما بتروح بتنام أو تظهر ممكنك تنزل الحرارة مش أقل من 15 درجة. إذا كان في سقعة كتير بقلب البيت ممكن يسبب هيدا رطوبة، وبيساعد أيضاً على ظهور الفطريات على الحيطان. شو هيدا هون؟ شو هالشوب؟ أف، في شوب كتير. تأكد إنه الحرارة منا شبه استوائية، هيدا بيعني درجات الحرارة المرتفعة بتسبب كتير من الرطوبة بالبيت. يا جارة، إذا كان الجو فيه شوب كتير، الرطوبة ما بتطلع، وهيدا بيؤدي للرطوبة وللعفن، إذا كانت التدفئة والتهوية ضرورية. وأيضاً لما بيكون في شبكات التهوية لازم تضل مفتوحة ليل نهار ليضل في عملية الدوران، يعني شبكات التهوية مفتوحة ومنظم الحرارة بمستوى أقل. 20 درجة هي حرارة أكثر من كافية. أما إذا حسيت بالبرد البسي جاكيت عليك، لأنه هيدا أكثر صحة. مين ما بده يعيش ببيت كتير صحي؟ ممكن كمان أنك تمنع الرطوبة الكتيرة بالبيت بطرق مختلفة.